آخر ألبوم كان اسمه نانسي 10، ممكن نشوف نانسي 11 12. لا رح يكون في 11، رح يكون في 12، رح يكون في 13 و 14. ممكن تعيشي أسبوع بلا أكل وبلا شرب علشانه. ممكن عيش أسبوع بلا أكل وبلا شرب لأضعف، بس مش علشانه. ولا 60 ولا 70 ولا 100، شو يلي بخليه يصير 150؟ ما هو لازم يكون ذكي ويعرف كيف يعمل قصص ليخلي حاله يصير عندي 150. بالميوزك فيديو لأغنية ما تعتذر بقيت بآخر مشهد ما شفنا السيارة مشيت، صفيت السيارة، يعني قررت أعطي فرصة. كم فرصة معقول أعطي؟ لا بالكليب بعطي فرص، بالحقيقة ما بعطي. بعد بتحسي بتوتر بس تطلع على المسرح؟ كتير كتير كتير، وهلأ صرت عم حس بتوتر أكتر، كبرت المسؤولية أكتر، صرت أسأل على كل شغلة، فوت بالديتيلز، فصرت خاف أكتر، صرت عندي رهبة أكتر على المسرح. شو أكتر شيء أثر فيك بحياتك الفنية؟ هلأ أنا لما بلشت عملت أخصمك، انشهرت غنية كتير وكتير حبوها الناس، وفي كتير ناس قالوا إنه ظاهرة ورح تمرق، بس إجا ألبوم أهو نص، فكانوا بيكملوا بعضهم كتير، كان تكملة، وأهو نص كان بعد بومينج أكتر من أخصمك. هون أثرت فيي هذه المرحلة. عندك فان بيجز رهيبة على السوشيال ميديا، صفحات فيريفايد وعندهم أكتر من 1,000,000 متابع، شو سر الحب؟ سر هيدا الحب أول شيء الله. أنا قد ما فيني عم بشتغل لحتى أكون على قد ليفل محبتهم لإلي. سوشيال ميديا سعادتك تقدري توصلي بطريقة أسهل لجمهورك، بس بتفضلي الحياة قبل سوشيال ميديا أو من بعد وليه؟ هلأ لو بدي فضل الحياة قبل سوشيال ميديا ما فيه، لأنه السوشيال ميديا كتير سريعة وكلنا فتنا فيها وكلنا صارت جزء كتير كبير من حياتنا، وهي ساعدت أكتر لانتشار أعمالي، وأكيد هي عندها بورو كونتر، يعني في أشياء حلوة بالسوشيال ميديا، في أشياء أوقات بحس حالي إنه بليز بدي أخذ يومين ثلاثة disconnection، يعني ما بقى بدي، بس برجع بقول إنه لا، بيصيروا بيطالبوني إنه وينك، برجع بقول لا، لازم قلن هاي، لازم شاركن بشي بحياتي الفنية أو الشخصية. إذا عملوا فيلم عن حياة نانسي عجرم، مين بتحب ياخد الدور؟ هلأ أنا عم باخد الدور. أكيد بده يكون حدا بيشبه كاركتيري يعني، بس أكيد يعني لا تقدر تمثله مزبوط، الكونتنت بده يكون من حدا كتير قريب لإلي. مين أكتر 3 فنانين غير نانسي بتسمعي أغانيهم؟ أنا بسمع كتير على فكرة، بسمع لكتير فنانين وفنانات، يعني لأنه بحب تابع الموسيقى الجديدة، بحب التوزيعات الجديدة، بحب أسمع، بحب أكتشف. يعني شي بتتذكري من طفولتك وبدك تخبري لأول مرة؟ هلأ أنا طفولتي تقريباً حكي كتير الناس بتعرف، يعني أنا كيف بلشت غني وهيك، بس يمكن ما بتعرف إنه هو أخذني البابا بالسيارة تغني بحفلة، كنت أخفى على الطريق، يوعيني قبل ما أوصل بس على الحفلة لأقوم غني. في حاجات تتحس بس ما بتتقلش، وين جيت أطلبها؟ شو هي؟ يمكن ما تكون أشياء كبيرة، يعني يمكن كلمة أوقات تكون ناطرتها، يمكن موقف، يمكن هيك أشياء بحس إنه حلو إنه أسمعها. أغرب شي صار معك مع حدا من المعجبين؟ في مرة شخص كنا بمصر وحكي مع جيجي، وتفكروا جيجي يعني فان، طلع بده يتجوزني، جايب الزهور وجايب المحابس وناطرنا باللوبي، واجت العروس انا جيت يعني، وحكي مع جيجي طلب ايدي. شو اكثر شيء بتحبي تعمليه بوقت فراغك؟ اوقات بحب اقعد ما اعمل شيء، بحب روح بالسياره سوق لحالي، اسمع موسيقى على صوت عالي، بحب روح زور محلات بحبها، احضر فيلم، بحب اعمل مساج. بتعرفي كم فولوور او كم بلاي عندك على انغامي؟ لا 200,000,000 واكثر، زادوا هلا. خلص
رسالة بتحبي توجهيها لمتابعينك؟ بقولن اني بحبهم وكل شي عم بعمله هو لقلهم. شو اكتر شي حبيتيه بالتعاون مع مارشميلو؟ هو انا حبيت مارشميلو اول شي، وحبيته لانه بحب كتير الموسيقى وكتير بيتدخل بالديتيلز مثلي. شو علاقة انغامي بالكولاب مع مارشميلو؟ هي الفكرة بلشت من هون أساساً، من أنغامي، وتكملت بالآي مع سال اللي هو part of أنغامي. أحلى مقطع بالأغنية وأحلى مقطع بالفيديو. أحلى مقطع بالفيديو لما مارشميلو كان عم بدق قانون. هذا البارت هيك حسيت أنه عم نجمع بين الشرق والغربي. شو أكتر شي بيضحك صار معك بالتصوير؟ صار كتير اشياء بيضحكوا، بس مش بال يعني مش بالميكينج اوف. كنت عم فتش عليه لمارشميلو، وين هيك عم فتش عليه بدنا نصور، طلع هو حدي بس شايل الكاسك، فانا ما عرفت انه هيدا. كيف كان تقييم العائله على اجواء الفيديو والاغنيه؟ بناتي كتير حبوها وألفوا عليها كمان رقصه، وحتى بنتي الصغيره ليا صارت تقول لي صحصح، وحتى يعني جوزي واللي من جيلنا كمان يعني وصلت الغنية لعدد كتير كبير من الناس ولعدد لكل الأعمار. هيدا الشيء اللي حبيته. سألوا كتير الفانس، شفتي وجه مارشميلو أكيد بالتصوير والتسجيل أكيد، وكتير مهضوم وكتير حلو. كيف شرحتي لمارشميلو معنى صحصح؟ قلت له أكيد wake up هيك شرحت له إياه. بتحب المارشميلو؟ ايه شوي. اذا عطيناك كيس كامل فيك تخلصيه بجلسه وحده؟ نو نقزني. Did someone say marshmallow؟ بس تعرف كيف حسيت؟ مش هو لانه مارشميلو اضعف، بس كان لازم تنقوا حدا اضعف. رصنا من هيك. تبولة أو فتوش؟ تبولة. فنجان شفي أو عادي؟ أكيد شفي مع قشوة كمان، بحب القهوة العربية أنا. مالح أو حلو؟ مالح. صيف أو شتي؟ آخر الشتي، بحب الصيف، وآخر الصيف بحب الشتي. نام بكير وقوم بكير؟ قوم بكير مزبوط، تيبكلي أنا نام بكير قد ما بقدر. كعب عالي أو زحف؟ الزحف أكتر من كعب العالي، الكعب بس بالحفلات وبالظهرات بالعشاء وبالهيد. هورر أو كوميدي موفيز؟ هورر أكيد، كتير بحب الهورر موفيز كتير، بس مش كون لحالي عم بحضرهم. إيه؟ قول تاني كده مين تقصد؟ أنا وأنا أسأل حالي، وأنا أسأل حالي شو خصه؟ عم يسألني بصفته مي؟ معقولي حبيتك عزوقي لقيتك وبعيوني في أنت وبس شكلها سهرة وينو مارشميلو؟ والكل والكل عيال صح 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 صح. لا هيك هيك ليك كيف ترى فيه هيك. وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين؟ طبيب القلوب قال لي حب طبيب القلوب. اف من صحصح لدغري قال لي حبه دوب.